ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في فيديو النهارده هشرح مهمات الاسبوع الثالث للسيزون 14. من غير ما اطول عليكم اكتر من كده خلينا نبدا الشرح بتاعنا على طول. هنبدا بالناس اللي شحنه زي كل مره، بس في ملحوظه عايز اقولها قبل ما نبدا باول مهمه. لو كملت العشر مهمات هتاخد الصندوق دوت، وممكن حظك يكون حلو ويطلع لك سكن بدلة او طيارة او سلاح، وممكن برضو يكون حظك وحش ويطلع لك قصايم. كل واحد قولنا تحت في الكومنتات ايه اللي يطلع له في الصندوق دوت. وخلينا بقى نبدأ باول مهمة على طول. واول مهمة بتقول استعد 1000 من الصحة في الوضع الكلاسيك. وعشان تخلص المهمة ديت بسرعة عندك 3 اختيارات. اول اختيار انك تدمج نفسك في الزون وبعد كده تعالج نفسك تاني، والاختيار التاني انك تخلي بوت يدمجك، والاختيار التالت والاخير انك تخلي حد من فريقك يوقعك بقنبلة وبعد كده يصحيك تاني. بس لو هتسألني اختار انهي اختيار، انا شايف انك تدمج نفسك في الزون، بس الاختيار ليك، شوف اسهل طريقة بالنسبة لك واعملها. والمهمة التانية هنختار مهمة من الثلاث مهمات دول. المهمة الاولى بتقول سافر مسافة 4000 متر خلال قيادة سيارة وحشية في الوضع الكلاسيك. السيارة الوحشية هتظهر قدامكم على الشاشة، والسيارة الوحشية ديت مبتبقاش موجودة غير في خريطة ليبيك. اركب العربية وحاول امشي بيها لأكبر مسافة ممكنة عشان تخلص المهمة بسرعة. والمهمة التانية بتقول ادخل البناء القديم خلال 5 اثناء فعالية السر العتيق. والفعالية ديت لسه منزلتش عشان الاسبوع التالت لسه مفتحش، اول ما يفتح هتلاقي الفعالية ديت ظهرت قدامك. والمهمة الاخيرة بتقول قم باحياء 2 عضو فريق ميتين في الحمولة. هتدوس على الخريطة وبعدين هتدوس على اخر كلمة تحت وهتختار الاختيار التاني اللي هو الحمولة. وعشان تنجز المهمة ديت بسرعة اي حد من صحابك تلاقيه مات هتاخد البطاقة بتاعته من الصندوق وتروح لأي برج وتصحيه منها مرتين وكده تكون خلصت المهمة. والمهمة التالتة بتقول التقط بدلة التخفي في 5 مباريات في الوضع الكلاسيك. بدلة التخفي هي البدلة اللي بتكون في صندوق الدروب وهتظهر قدامكم على الشاشة، البسها في 5 مباريات وهتخلص المهمة معاك. والمهمة الرابعة بتقول دمر 10 اطارات مركبة في الوضع الكلاسيك. يعني اي عربية تلاقيها في الجيم هتفجر الاطارات بتاعتها لحد ما تكمل 10 اطارات. وكده اكون خلصت مهمات الناس اللي شحنة، ودلوقتي هنبدأ باول مهمة للناس اللي مش شحنة. واول مهمة بتقول اقتل 36 من الاعداء باستخدام البنادق الهجومية في الوضع الكلاسيك. دي البنادق الهجومية هتقتل بيها 36 عدو ومش شرط في نفس الجيم. والمهمة التانية هنختار مهمة من الثلاث مهمات دول. اول مهمة بتقول اهبط على اي سطح في بارادايس سان هوك 3 مرات في الوضع الكلاسيك. دي بارادايس هتنزل على اي سطح فيها 3 مرات وهتكون خلصت المهمة. والمهمة التانية بتقول اهبط على اي سطح في بيكادو ميرمار 3 مرات في الوضع الكلاسيك. دي منطقة بيكادو هتنزل على اي سطح من المباني بتاعتها 3 مرات وهتكون خلصت المهمة. والمهمة الاخيرة بتقول اهبط على اي سطح في ميلتيري ايرانجل 3 مرات في الوضع الكلاسيك. ميلتيري هي منطقة المطار، هتنزل على سطح من المباني بتاعتها 3 مرات وهتكون خلصت المهمة. شوف اسهل مهمة بالنسبة لك واعملها. والمهمة التالتة بتقول اقتل 5 اعداء باستخدام مسدس في اي وضع. طالما قال لنا في اي وضع يعني ينفع نعمل المهمة ديت في الساحة. هنروح على الساحة ونختار المسدس وهنقتل بيه 5 اعداء وكده تكون خلصنا المهمة. والمهمة الرابعة بتقول اقتل 5 اعداء باستخدام الاس 1897 في اي وضع. والمهمة ديت زي المهمة اللي قبلها، بس المرة دي هنختار الشوت جن اللي بيبقى فيه 5 طلقات. والمهمة الخامسة بتقول قم بإضافة 6 أصدقاء. المهمة ديت سهلة، كل اللي هتعمله لو انت عندك 6 طلبات صداقة هتقبلها أو حد من أصدقائك تحذفه بعد كده تبعتله تاني لمدة 6 مرات وهتكون خلصت المهمة. والمهمة السادسة والأخيرة بتقول امنح 20 إعجاب لأعضاء الفريق. يعني لما تلعب في جيم كلاسيك او تلعب في الساحه وتخلص الجيم هتدوس على اعجاب مجاني وكده تكون خلصت المهمه. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد في امان الله. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Expired. Reloading! Dead! Blue team victory!